السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى المشهد لهذا اليوم، حلقة على إيقاع التهديدات باستخدام السلاح النووي. إذن بوتين يعلن التعبئة الجزئية والغرب يتهمه بتهديد السلام العالمي. واشنطن ترد وتقول نأخذ تهديدات بوتين النووي على محمل الجد، و من دعاهم بوتين أو عدد منهم يرفض هذه الدعوة للتعبئة الجزئية، وأكثر من 1300 موقوف في روسيا خلال تظاهرات مناهضة لقرار التعبئة. إذن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة العسكرية الجزئية، وهو ما يعني استدعاء الآلاف من القوات الإضافية للقتال في أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الأربعاء أن روسيا ستستدعي في البدء 300 ألف جندي احتياط، مضيفا بأن روسيا ستستخدم كل الوسائل العسكرية الممكنة في أوكرانيا. وقد نشر الكريملين خطة التعبئة الروسية على موقعه الإلكتروني وفقا لمرسوم وقعه بوتين. نحاول أن نفهم ونستعرض بعض تفاصيل التي تخص هذه التعبئة الجزئية. موسكو تقول أن التعبئة سيتم فيها استدعاء 300 ألف جندي من قوة الاحتياط ومن قوة احتياطية قوامها، يعني القوة العامة الاحتياطية في روسيا قوامها 25 مليون على حد قول وزير الدفاع الروسي. كذلك يشمل الاحتياط القوات الذين شغلوا في الماضي وظائف محددة ومتخصصة في الجيش، مثل سائق الدبابات وخبراء المفرقعات والقناصة، وكذلك خبراء في مهام استخباراتية وخلافه. وهذا وفي حين يتم استثناء الطلاب أو المجندين الذين يخدمون لفترات إلزامية مدتها 12 شهرا في القوات المسلحة. ووفقا للخطة سيتم تعزيز خطة الجبهة في أوكرانيا الذي يتجاوز خط الجبهة في أوكرانيا الذي يتجاوز طوله حاليا 1000 كيلومتر، هو خط المواجهة يعني. ويرى محللون أنه لا يمكن نشر جنود الاحتياط فعليا في أوكرانيا على الفور، لأنهم بحاجة أولا إلى تدريب، ولذلك يتوقع خبراء عسكريون غربيون أن لا يكون هناك أي تحرك قبل أشهر. هذا ويقتضي إعلان التعبئة أن جنود أصحاب الخبرة الذين يخدمون حاليا في القوات المسلحة ستمدد عقودهم تلقائيا، وأن السلطات لن تلغي فترة أو مدة هذه العقود إلا مع انتهاء التعبئة المؤقتة، وهذا يعني أنه يمنع عليهم ترك الخدمة في الفترة الحالية. وينص قانون التعبئة كذلك أنه لا يمكن الخروج من الجيش أو من قوة الاحتياط إلا لأسباب تتعلق بالسن أو الصحة، وهو ما تبت فيه لجنة طبية عسكرية أو لمن صدر عليهم حكم قضائي بالسجن. معنا عبر سكايب الدكتور عمار قنا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفستوبول الروسية. دكتور عمار أهلا بك. تحياتي سيدي الكريم. دكتور، كيف نقرأ هذه التعبئة في السياق السياسي تعيشه روسيا وأيضا في السياق السياسي للحرب الروسية في أوكرانيا؟ فيما يتعلق يعني في مسألة التعبئة، لا ننسى أنها أتت يعني متزامنة مع قضية أخرى، وهي عمليات يعني الاستفتاء التي ستتم في الأقاليم الأوكرانية حول الانضمام إلى روسيا. فيما يتعلق يعني في السياق السياسي، أعتقد أن هذه يعني تعتبر يعني رسالة موجهة للغرب لعدم يعني التمادي فيما نراه يعني من خلال الزج اللامتناهي وتطوير يعني الأسلحة النوعية التي تورد إلى أوكرانيا. فهي يعني رسالة إلى العقلنة يعني لعدم التورط أو التهور في المراحل القادمة، وهي يعني لا يمكن النظر إليها كتحركات يعني عسكرية، بل كتحركات سياسية موجهة أن روسيا يعني مستمرة بهذه العملية الخاصة للنهاية. بعد إذنك دكتور عمار أتفاعل معك، قلت لمن يتهور، من مقصود أو من المقصود بالتهور؟ المقصود في التهور وهو المعسكر الغربي وخاصة يعني الولايات المتحدة، وهذا ما نوه إليه أيضا يعني الرئيس بوتين عندما جرى الحديث يعني عن المسألة النووية والاستهداف المتواصل لمحطة زاباروجيا الكهروذرية، والتي يعني تقصف بصواريخ أمريكية وغربية. وحتى يعني رأينا من خلال يعني التقرير الأممي لوكالة الطاقة الذرية بأنه لم يتم التنويه يعني طبعا بناء
الآن على الضغوط الأمريكية لم يتم التنويه إلى الطرف الأوكراني وأنه من يهدد. فلذلك يعني إن كانت لفظيا من قبل الرئيس بوتين التلويح يعني بمسألة يعني الابتزاز النووي فهو يفعل على الأرض من قبل يعني أوكرانيا، وهي يعني ممكن اعتبارها الأداة يعني للولايات المتحدة في هذه يعني. بعدين دكتور عمار، الرئيس الروسي يتحدث عن الابتزاز النووي، ولكن وزير الدفاع الروسي وهنا وكأن تقاسم أدوار يتحدث عن استعمال النووي، وكذلك بوتين تحدث عن أسلحة دمار شامل، وأسلحة دمار شامل ممكن تفاجأ حتى الغرب. يعني في آخر الأمر هنا التفهور هذا مطلق للطرفين، وأيضا الاستفزاز والتهديد للطرفين. سيدي الكريم يعني لم يستخدم مصطلح يعني، وكان هناك تحريفا حتى من قبل يعني الرئيس بايدن خلال كلمته في يعني في الجمعية العمومية لهيئة الأمم تحريفا لأقوال بوتين يعني، لم يكن هناك تهديد، لكن استخدام يعني السلاح النووي في يعني الحفاظ على الأمن وأمن الدولة يعني الروسية، هذا لم يأتي فقط يعني وهو ليس جديدا، وقد استمعنا له من الكثير من القادة يعني أيضا الأوروبيين منهم يعني وزير الدفاع البريطاني، وأيضا يعني قبل شهر تقريبا من وزير الخارجية الأمريكية بلينكين. فهذه يعني مسألة هي موجودة وليست بجديدة، لكن لا ننسى أن هناك العقيدة العسكرية الروسية، هناك الأمور ثابتة فيما يتعلق في استخدام يعني السلاح النووي، هذا من جهة. لكن يعني إذا أتيناها من جهة أخرى سيدي الكريم، يعني لاحظنا الفترة الأخيرة أن هناك محاولات إعلامية يعني والتسليط الضوء على هذه المصطلحات، والهدف منها باعتقادي هي رسائل يعني موجهة ليست لروسيا ولكن للداخل الغربي في محاولة للتهدئة يعني مما يجري يعني من تفاقم اقتصادي تضخم والتحول إلى الركود في المراحل القادمة. فهي تأتي يعني بعد إذنك، يعني نفهم بأننا نشهد الآن تصعيد إعلامي صوتي ليغطي على مشاكل أو أزمات أخرى في العالم الغربي. هذه سيدي لم تنتهي، وهي كانت يعني منذ البداية ومستمرة لغاية الآن. يعني أنتم تعلمون يعني اليوم ما يجري في الشارع يعني الشارع الأوروبي وكل هذه التفاعلات، ولكن أيضا حتى إعلاميين يعني يحاولون التغطية عليها نوعا ما. بدأت الناس يعني تظهر إلى الشوارع، وذلك تنديدا لهذه العقوبات والسؤال الذي يعني يطرح لأجل ماذا ولأجل من. يعني قلناها من كثير يعني، وحتى على يعني على قناتكم سيدي الكريم، بأن يعني أوروبا تضحي الآن بمصالحها القومية لتمرير المصالح الجيوستراتيجية الأمريكية. هذا السؤال يعني بات يعني واضحا لدى المواطن يعني المواطن البسيط الأوروبي، فلذلك بدأ في التحرك. وهذه يعني الخطوات باعتقادي أنها يعني ستكون مؤلمة في المراحل القادمة للنخب السياسية والسلطات السياسية في أوروبا. لكن بعد إذنك دكتور عمار، اكتشفت أوروبا أو أعادت أوروبا تكتشف من جديد بعد التدخل الروسي في أوكرانيا بأن روسيا لا يمكن أن يكون جارا آمنا، وبالتالي وجدت تقاطع المصالح مع الأمريكان أضمن وأأمن. لا أستطيع التوافق يعني تماما سيدي الكريم، يعني وأن الانشقاق أو الصراع يعني ما بين المنظومة الغربية وروسيا ممكن القول هو تفعل في عام 2014، لكن يعني بعد هذه الفترة رأينا تقاربا يعني إيجابيا ما بين روسيا وأوروبا. وهنا يعني يمكن الحديث مباشرة يعني عن خط السيل الشمالي اثنان، والذي يعني أنجز أكثره يعني أكثر من 80% منه بعد عام 2014، فهذا يعني ينفي ما تتكلم عنه سيدي الكريم. طيب دكتور، أيضا هناك موضوع يطرح في عند الحديث عن هذه التعبئة. أنت قلت بأن ما يقع الآن هو رسالة للداخل الأوروبي، ولكن أيضا رسالة للداخل الروسي. الداخل الروسي ليس على قلب رجل واحد سيدي، لا يوجد مجتمع يعني في العالم على قلب رجل واحد، هناك يعني اختلاف في وجهات النظر، لكن يعني عندما نقيس يعني نقيسها بالأغلبية، ونرى يعني الأغلبية يعني تقريبا أكثر من 80% ممن يؤيدون يعني السياسة الخارجية وحتى الداخلية للرئيس يعني للرئيس بوتين، وخاصة فيما يتعلق يعني بهذه العملية العسكرية. وهنا عندنا مؤشر يعني قبل أسبوع تقريبا أو 10 أيام كانت هناك
انتخابات يعني محلية لرؤساء الإدارات المحلية والمحافظين في روسيا، فرأينا أن تقريبا أكثر من 90% يعني من حازوا على هذه المناصب هم من حزب يعني روسيا الموحدة، والذي هو يعتبر يعني تقريبا هذا الحزب يعني حزب يعني السلطة. فلذلك يعني المؤشرات هنا واضحة، لكن يعني الإعلام الغربي يحاول من جديد يعني العبث في الداخل يعني إعلاميا في الداخل الروسي لزعزعة المنظومة المجتمعية والسياسية الروسية، لكن لا أعتقد أنها ممكن يعني أن تجلب للغرب يعني أو تحقق يعني هذه الأهداف، فقد رأيناها يعني في السنوات السابقة وكانت يعني على سبيل المثال يعني إشعال الثورات الملونة وأيضا تفعيل بعض التيارات بين قوسين يعني الليبرالية والديمقراطية على غرار تحركات الناشط السياسي نافالني وغيره. نافالي الذي يعني اتهمت المخابرات الروسية بأنها تكون كانت وراء تسميمه، على كل هذا موضوع كبير جدا، ولكن هناك أيضا يعني مسألة في حاجة إلى التفكيك أكثر، هو الإرباك في القرار السياسي الروسي. العديد من الخبراء والمحللين يرون بأن المشكلة ليست عسكرية بالأساس، هي مشكلة قرار سياسي وأين يتجه. منذ بداية التدخل الروسي العسكري ميدانيا في أوكرانيا إلى الآن واضح لا يوجد خط ناظم لكل القرارات الروسية الصادرة، إن كانت على القيادة العسكرية أو أيضا على القيادة السياسية. لا أستطيع يعني فهم هذا السؤال سيدي الكريم، يعني أي شكل بأي شكل يعني وصلتم إلى هذا المحتوى؟ لا لست أنا من وصل، معنا هذا ما يراه العديد من الخبراء، مقالات مشهورة في عدد الجرائد والوسائل الإعلام الغربية تتحدث بأن هناك إرباك سياسي في روسيا، وهناك حديث حتى عن تصفية داخل المطبخ القيادي الروسي لبعض الجنرالات لبعض الضباط لبعض ضباط المخابرات. يعني لا يمكن أن يكون كل ذلك هو يعني من باب الافتراء والحرب الإعلامية. سيدي الكريم يعني أقولها يعني صراحة أنها كلها تأتي من ضمن يعني ما تفضلتم به من جزء من البروباغاندا، وقد استمعنا لمثل هذه يعني التشويشات أو المحاولات الإعلامية منذ بداية يعني العملية العسكرية، وكانت هناك يعني أقاويل بأنه هناك صراعا ما بين الرئيس بوتين ورئيس وزير الدفاع والجنرالات، هذه كله لقد استمعنا إليها سيدي، وخلاف بين الرئيس بوتين ومسؤول جهاز المخابرات كان على الهواء، يعني تلك الحركة التي قام بها بوتين لرئيس جهاز المخابرات، يعني كيف تفسرها أستاذ الدكتور عمار؟ سيدي الكريم يعني بداية عندما الحديث يعني إهانة وما إهانة، هناك يعني اختلاف كبير في مفهوم يعني الثقافات وأيضا التعاطي معها، فهذه المسألة يعني فقط ممكن التعامل معها من منطلق يعني عربي أو شرق أوسطي بأنها على مثابة إهانة أو غيره، كما ذلك كما حدث يعني في الإعلام الغربي حول إجلاس يعني ماكرون على طاولة طويلة أو قصيرة، هذه كلها يعني ضمن يعني باعتقاد يعني الإعلام حتى الإعلام يعني المبسط لا أكثر ولا أقل، لكن دعنا نعود يعني إلى جوهر المعادلة، هذه ليست يعني من الإحداثيات التي يمكن يعني أن تحدث يعني تأثيرا أولا يعني في الداخل الروسي وثانيا في ثاني يعني روسيا عن هذه العملية العسكرية. لنكن يعني واضحين اليوم، يعني أنت تكلمت أو من يتكلم عن عملية الإرباك في القرار السياسي الروسي، لنأخذها يعني نقطة مع بداية العملية العسكرية والأهداف الموضوعة والتي لم تتغير لغاية اليوم، وهي أولا يعني تدمير البنية العسكرية التحتية لأوكرانيا، ثانيا تحييد أوكرانيا عن حلف الناتو، ثالثا تدمير يعني البنى التحتية للقوات النازية. كل هذه يعني البنود الأساسية سيدي الكريم يعني نراها تتحقق يعني شيئا بشيئا، طبعا الهدف ولكن أيضا نراها تتبدد في خاركيف. بعد إذنك دكتور عمار، نراها تتبدد في خاركيف، تجيبني على هذا السؤال بعد إذنك، تجيبني على هذا السؤال بعد إذنك سيد الكريم، يعني وهذه ليست يعني الهدف الأساسي الذي لم أذكره وكنت أذكره لكنك قطعتني، وهي الحفاظ على منطقة على شعب الدنباس وتحريره، ولا ومنطقة خاركوف لا تدخل يعني في منطقة الدنباس، ولكن الاندحار الروسي من خاركيف كانت له رسائل عديدة. على كل سأعود معك للنقطة، لأن خاركيف فيها الكثير من الحديث سياسيين وليس المهم عسكريين، سياسيين، ولكن بعد إذنك دكتور عمار نعود لهذه النقطة، ولكن بعد أن نستعرض
معك ومع المشاهدين الكرام التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي حول كل ما يقال حول استعمال السلاح النووي. الإعلامي عبد الباري عطوان يقول: عرض عسكري ضخم في إيران وآخر في صنعاء وتعبئة عامة بروسيا وحالة طوارئ قصوى بالصين، إنها مؤشر حروب وشيكة للأسف، وعالمنا بات على كف عفريت، والسبب الأهم التغول الأمريكي، والله المستعان. ياسر الزعترة، الكاتب ياسر الزعترة عفوا، يقول نقلا عن ألكسندر دوغين المفكر الروسي: ما إذا كان الأمر يتعلق باستخدام الأسلحة النووية؟ يقول ألكسندر دوغين: هو سؤال مفتوح، لكن احتمال حدوث أرمجدون حرب نهاية العالم نووية يتزايد كل يوم، إنه أمر واضح تماما. والعديد من القادة العسكريين الأمريكان مثل قائد السابق القوات المسلحة الأمريكية في أوروبا بن هودج يقول أو يعلنون ذلك صراحة. فهد العطاوي يقول: سيجأ كل من بايدن وبوتين وكبار المسؤولين في الدولتين لطائرات تحميهم من الأضرار الناتجة من التفجيرات النووية التي قد تطال كل شيء في العالم، لو حدثت لا سمح الله تلك الطائرات أطلق على اسم طائرات يوم القيامة عفوا، وتعتبر تلك الطائرات بمثابة مركز قيادة وسيطرة. عبد السميع سعيد يقول: انتظروا اليوم الذي سيعلن فيه بوتين التعبئة العامة بعد الخاصة وإعلان رسمي للحرب بعد الخاصة واللجوء للسلاح النووي بعد نفاذ السلاح الغير نووي. عندها سيأخذ بوتين العالم إلى الهاوية، لأن حلمه بالسيطرة على العالم تبدد كتبدد إعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي في صورة روسيا. ونختم مع محمد الزيدي: بعد إعلان التعبئة الجزئية للجيش الروسي في مقابل جيوش الناتو، هل الآن بدأ الجد وانتهى الهزل؟ هل ضربات نووية باتت وشيك على واشنطن ولندن وبرلين، أم هي تكاتف جهود في هزيمة الجيش الروسي في خاركيف، أم هي خطة لجر الناتو إلى حرب مباشرة؟ وختمنا بخاركيف. نعود مع دكتور عمار قنا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفستوبول الروسية. دكتور عمار، ممكن ما نشهده الآن سياسيا هو تداعيات ما حصل في خاركيف؟ قلت بأن الأهم، وهذا ما قاله الروس القيادة الروسية، بأن حماية المدنيين والمحافظة على أهداف استراتيجية وخاركيف هي معركة تكتيكية، ولكن ما حصل في خاركيف أو حتى بعض يعني المحللين الروسي يرون أن وقع هناك هينات، هناك تقدير موقف أو تقدير موقف ميداني وسياسي لم يكن مناسبا مع طبيعة الأوضاع. يعني في آخر الأمر ما حصل في خاركيف لن يمر هكذا مرور الكرام. سيدي الكريم، يعني باعتقادي ان هذه المساله قد ضخمت يعني كثيرا في الاعلام، وانها باتت يعني اساسا لرسم يعني نتائج حول يعني العمليه العسكريه او حول كروسي يعني والجيش الروسي. لا ننسى سيدي الكريم ان هذه يعني عمليه عسكريه وليست حربا، ولهذه العمليات خصوصياتها يعني واحداثياتها واهدافها ايضا تختلف. لكن يعني اليوم يعني عمليه الافلاس السياسي التي يمر بها يعني الغرب من حيث عدم وجود يعني الرؤية الاستراتيجية لما بعد العملية العسكرية هو الذي يعيق يعني هذا المشهد، فلذلك يبحثون عن مفهوم مثل الإنجازات وغيره. أوكرانيا يعني كانت وما زالت لغاية اليوم هي ساحة فقط للتفاعلات الجيوسياسية والأداة التي يعني قد استخدمتها وتستخدمها الولايات المتحدة لغاية اليوم. المسألة هي أكبر من ذلك بكثير، يعني لم تنتهي يعني هذه العملية العسكرية أولا، العملية السياسية والعسكرية هم يعني يسيران على بخطوط متوازية، ولا يمكن الحديث يعني عن نصر أو هزيمة عسكرية يعني في المرحلة السابقة أو في المرحلة الحالية. نحن أمام عمليات تفاعلية مستمرة، فلذلك يعني من المبكر يعني الجزم بأن المسألة انتهت وأن روسيا تقهقرت، وما نسمع الكثير والكثير من هذه يعني الادعاءات. فالمسألة هنا ليست يعني لها علاقة بالنصر المباشر العسكري سيدي الكريم، ولو يعني رأينا حتى الخارطة يعني العسكرية يعني لغاية اليوم منذ أن دخلت روسيا الأراضي الأوكرانية وهي لا زالت يعني في الجغرافيا الأوكرانية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني نحن اليوم يعني في انتظار استفتاءات أقاليم يعني أوكرانية ستستقل عن السلطة السياسية في كييف وتنضم إلى روسيا، فلذلك لا يمكن التعاطي يعني فقط مع ما يجري من يعني من مواقع إعلامية لا أكثر ولا أقل.
طيب يعني دكتور عمار، يعني أنت حصرتني، أنا نحن كإعلاميين لا نتعاطى فقط مع المصادر الإعلامية ومع ما هو موجود في الميدان، وبالتالي لا يمكن أن يكون كل ذلك مفبرك. على كل، أنا أختم معك بما قاله الرئيس بايدن أن روسيا تسعى إلى محو دولة من العالم أو من الخارطة، وفي حديث عن أوكرانيا بهذه الاستفتاءات وبهذه الاقتطاعات كما قال من الأرض الأوكرانية حتى تنتهي أوكرانيا. تعليقك على ذلك؟ سيدي، يعني أهلا بايدن، يعني منذ بداية الأزمة ولغاية اليوم يعني هناك الكثير من التخبط يعني في إدارة هذه الأزمة، في إدارة يعني العقوبات على روسيا، ولغاية اليوم يعني عدم وجود الخيار الآخر، الخيار السياسي لدى إدارة بايدن، نراه يعني يتجه إلى التصريحات اللفظية يعني وحتى اللامنطقية يعني في أغلب الأحيان كانت. فلذلك يعني هو مصر لغاية اليوم يعني على عدم اعطاء روسيا بمفهومهم يعني النصر الاستراتيجي في اوكرانيا. فنرى ان يعني الزج العسكري هو مستمر، وبدات يعني في الداخل الامريكي هناك الكثير من الاصوات يعني تتعالى في يعني على ظل يعني الازمه الاقتصاديه والتضخم يعني الذي نراه في الاقتصاد الامريكي، بان هذه الاموال يعني لاوكرانيا، ولكن الى متى؟ فلذلك نحن في انتظار باعتقادي يعني ممكن أن تكون يعني نقطة تحول يعني في القرار الأمريكي أو السياسة الأمريكية ما بعد عملية يعني الانتخابات التجديد النصفي. لكن فيما يتعلق ولو في عجالة سيدي الكريم حول ما اتهمتني أني أتهمكم كإعلاميين بالفبركات، ليس هذا المقصد، ولكن نحن نتعاطى مع معطيات ونتعاطى مع تقارير ونتعاطى مع تقارير ميدانية. إذا كان كل ذلك مفبرك، يعني كل المشهد مفبرك، نحن أمام مشهد هوليودي يعني. سيد الكريم، أنا ما عنيته أن نتعاطى يعني بشكل علمي وبشكل يعني تحليلي سياسي وليس تحليلا إعلاميا لما نراه، لأن المعادلة هي معادلة أكبر يعني أكبر من أوكرانيا. أوكرانيا ما هي فقط إلى الجزء البسيط يعني من هذه المعادلة. فلذلك يعني نحن في انتظار يعني العقلانية مرة أخرى من قبل يعني المنظومة الأوروبية ويعني المنظومة الأمريكية، لكن يعني أراها في حالة تخبط مستمر، والعالم كله يرى يعني التصعيدات ليس فقط مع روسيا، ولكن أيضا يعني عندنا نحن أمام مسلسل جديد من التصعيدات السياسية وجزئيا العسكرية مع الصين حول قضية هو سنتناول هذا في الجزء الثاني. وعلى فقط نختم معك بالتصريح الأخير وزير الدفاع الروسي عندما قال بأن الحرب الإعلامية هي إحدى الحروب التي نخوضها ونأخذها بجسارة. هنا يعني الترجمة لتصريح الأخير وزير الدفاع الروسي، يعني في آخر الأمر الساحة مفتوحة والحروب على كل الواجهات. شكرا لك دكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفستوبول. سيفستوبول هي مدينة أوكرانية كانت دكتور عمار، هي مدينة روسية منذ القدم سيد الكريم، وكان أي وعادت إلى روسيا في 2014. نعم، هي اصلا يعني عادت او اعطيت سنه 1952 لاوكرانيا عندما كانت هناك يعني القياده السوفيتيه، وخروشوف نفسه الذي هو يعني ينحدر من اصول اوكرانيه عدلوا يعني الاماكن الاداريه، وكانت يعني شبه جزيره القرم يعني تابعه اداريا لروسيا السوفيتيه، فاعطوها لاوكرانيا ضمن التغييرات في الداخل لا اكثر ولا اقل، وقد عادت يعني القرم عام 2014 الى اساسها الام يعني أساس. اشكرك دكتور عمار قناة، استاذ العلوم السياسيه في جامعه سيفاستوبول الروسيه. شكرا لك دكتور عمار. مشاهدينا الكرام، نذهب الى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال رسم المشهد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الساخنة من المشهد على إيقاع التهديدات النووية. بوتين يهدد أمريكا، تقول نأخذ هذه التهديدات بجدية. نرحب بضيفينا في الأستوديو، أستاذ محمد المصري الباحث في العلاقات الدولية، وسيد العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري. أهلا بكم ضيفينا الكريمين. قبل أن نبدأ في الحوار نتابع بعض هذا النقاش، عفوا هذا التقرير، ثم نعود للنقاش. تدخل الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة،
بعد الخطاب الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أعلن فيه التعبئة الجزئية العسكرية واستدعاء الاحتياط مع التلويح باستعداد روسيا لاستخدام كل الوسائل لمواجهة المخاطر بما في ذلك السلاح النووي. وكان بوتين في خطاب له للأمة الروسية قال إن جيشه يواصل تحرير أوكرانيا خطوة وراء خطوة، كما وجه في خطابه رسائل حادة للغرب قائلا: أود تذكيرهم بأن بلادنا تملك سلاحا نوويا، وأن أمام أي تهديدات لوحدة أراضينا وسيادتنا فنحن قادرون على استخدامها. وفي ردود الأفعال المنددة بخطاب بوتين التصعيدي، اتهم الرئيس الأمريكي في خطابه بالأمم المتحدة روسيا بانتهاك النظام العالمي بوقاحة على حد تعبيره، وذلك عبر غزوها أوكرانيا، فيما وعد باستمرار تقديم الدعم لأوكرانيا وقال: هذه الحرب تقضي على حق أوكرانيا في الوجود بكل بساطة. وأضاف بايدن بأن روسيا انتهكت بوقاحة المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وأن القوات الروسية هاجمت المدارس والمستشفيات الأوكرانية كجزء من هدفها على حد قوله. أما الرئيس الفرنسي فدعا في خطابه في الأمم المتحدة المجموعة الدولية إلى ممارسة الضغوط على بوتين، واتهم روسيا بأنها مسؤولة عن عودة الإمبريالية والاستعمار. مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رأى أن التعبئة الجزئية التي أعلن عنها بوتين تعتبر بمثابة مؤشر يأس جديد، كما اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز أن هذه التعبئة عمل بائس. مراقبون يرون في التقدم العسكري الأخير الذي أحرزته أوكرانيا بدعم في مناطق واسعة شرقي البلاد وخسارة الجيش الروسي لمناطق سيطرته الدافع الأبرز لخطاب بوتين الأخير، فيما بات واضحا السعي الغربي لإطالة أمد المعركة لاستنزاف الروس على الأرض الأوكرانية وما يقابله من سعي الروسي لإنهاء المعركة وحسمها بأسرع وقت ممكن. إذن الوقت هو أحد المعارك أيضا عندما نتحدث عن حروب، وفي هذا المستوى تقريبا نحن أمام حرب عالمية. على كل سنعود، هل نحن نسأل هذا السؤال، نحن أمام حرب عالمية؟ على كل نجدد ترحيب بضيفين، أستاذ محمد المصري البحث في العلاقات الدولية، وسيد العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري. ومدام العنوان عسكري وامتياز السيد العقيد، نبدأ معك. ماذا تعني التعبئة الجزئية؟ هنا كم الحديث عن 300 ألف احتياط، يعني المدة التي يستوجب دعوة هؤلاء الناس، تدريبهم، إعادة تأهيلهم، بعض التفاصيل. تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. يعني سنكون اليوم يعني نوضح ما هي التعبئة بداية. في كل جيوش العالم يوجد جيشين، جيش عامل وهو الموجود تحت الخدمة، يعني يؤدي الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو التطوع في وقت محدد، والجيش هو الاحتياط. الاحتياط من هو؟ هو مجموع الذين خدموا في الجيش وأصبحوا في الاحتياط، يتم تعبئتهم حسب الاختصاصات، حسب الاختصاصات والتشكيلات. هذه التشكيلات، يعني التشكيل مثلا مجموعة من الأسماء تصل إلى 1000 إلى 200 حسب الاختصاص وحسب الحاجة، الحاجة لها. تقدم القوات العسكرية، كانت جوية أو برية أو بحرية أو حرس حدود أو آخره، تقدم طلبات احتياج، كما هي تقدم طلبات احتياج من الموارد المادية والموارد الاقتصادية، كذلك تقدم طلبات احتياج من العناصر البشرية. هذه العناصر البشرية يعني أصحاب كفاءات، أصحاب اختصاصات معينة، وأتوقع هذا ما تريده اليوم روسيا من التعبئة الجزئية. إذن التعبئة هي تحويل البلاد والقوات المسلحة بشكل خاص من حالة السلم إلى حالة الحرب. أما التعبئة الجزئية التي تكلم عنها بوتين وأعلنتها روسيا، هي وضع جزء من الموارد البشرية والمادية والاقتصادية في خدمة القوات المسلحة والمجهود العسكري. اليوم تقول روسيا كمخطط لديها في التعبئة الجزئية من التشاكيل الاحتياطية بحدود 300 ألف. أما بين التعبئة العامة، هنا سنقول ما هو الفرق بين التعبئة الجزئية والتعبئة العامة. التعبئة الجزئية كما قلنا هو جزء
من موارد البلاد البشرية والمادية. أما التعبئة العامة هي وضع كل البلاد اقتصاديا وبشريا، يتم بمرسوم طبعا كل التعبئة الجزئية أو العامة بمرسوم من رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بتخصيص الموارد، يعني على الوزارات جميعا الانصياع إلى هذه المرسوم أو إلى هذا التوجيه من أجل وضع خدمات أو التخطيط من أجل وضع كل الموارد الاقتصادية والبشرية في خدمة المعركة. في التعبئة الجزئية يتم فقط استدعاء الاحتياط، أما في العامة يمكن إلغاء التأجيل الدراسي والممنوع يعني السفر. تصبح كل الدولة في حال حرب. أنا فقط أريد منك تعليق، هل هذه التعبئة الجزئية في روسيا كما قال العديد من الخبراء تتطلب من 6 إلى 8 أشهر حتى 9 أشهر؟ هذا الكلام نظريا غير صحيح. عمليا هو مدى استجابة، يعني عندما ندعو نحن كجيش الاحتياطيين مدى استجابة العناصر وتفاعل مع هذه الدعوة، يعني ممكن تكون مدة أقل، يعني خلال 48 ساعة عندما يتم الاستدعاء يجب أن يتم الاستجابة، وإلا سيحال يعني مثلا كل تشكيل نتكلم عنه في سوريا خلال 48 ساعة يجب أن يلتحق، ولكن معه مدة التحاق 15 يوم لداخل البلد وشهر لخارج البلد، وفي حال عدم الالتحاق في الخدمة يتم إحالته إلى القضاء. مجلس الدوما الروسي بالأمس أعلن بأنه يتم إحالة كل من يتخلف أو عن الالتحاق من حتى 15 سنة سجن. يعني المدة تحددها هي مدى الاستجابة، مدى الاستجابة الحديث عن أشهر هذا كلام نظري غير عملي، لأن الاحتياطي هو مدرب بالأصل وهو جاهز، يتم تجهيزه فقط تأهيل بسيط في وحدته أو في مراكز قريبة من الوحدة. واضح حتى من يعني الحديث عن سائقي الدبابات وعن قناصين وخبراء مفقع، هؤلاء التي يحتاجهم الجيوش اليوم عندما خسرت روسيا في حربها في كييف وفي خاركيف مؤخرا وتم دحر وترك الدبابات وترك الأسلحة، ما هي الأسباب التي دعت؟ ما هو النقص؟ سأعود معك للأسباب لأنه ليس هناك نقص بل هناك أسباب جوهرية. أستاذ محمد، ما يقع الآن؟ هل نحن فعلا أمام تهديد نووي حقيقي؟ لا أتحدث عسكري ولكن على مستوى السياق السياسي، عندما تقول الأمريكان وزارة الخارجية تقول نأخذ هذا التصريح أو هذا التهديد بمحمل الجد، الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يقول نحن نتعاطى مع هذه التصريحات بجدية وندعو إلى التعقل، قلق تركيا الخارجية ووزير الخارجية التركي يتحدث عن قلق، كيف نفهم هذا المشهد؟ أول شيء أجدد تحية لحضرتك ولسيادة العقيد وللمشاهدين الكرام. الأمر بالنسبة لموضوع تهديدات بوتين لا شك أن العالم يأخذه على محمل الجد، ولكن دعني أقول لك شيء، لماذا أتت تهديدات بوتين؟ هل المقصود أنه يريد أن يستخدم أسلحة نووية؟ ابتداء يجب أن نثبت بعض القواعد الأساسية للسياسة الروسية في أوكرانيا. خيار الخسارة في أوكرانيا ليس مطروحا بالنسبة للروس، ونحن تكلمنا سابقا وقلنا بأنه ألكسندر دوغن كبير الجيوبوليتيكيين الذي يعتبر العقل المدبر وال يعني المسير لبوتين أو يعني المنظر الكبير، قال بأنه لا يمكن تخيل عالم روسية مكسورة الجناح فيه، فقال حتى لو اضطررنا إلى إلغاء العالم يعني إنهاء العالم تدمير العالم عبر استخدام الأسلحة النووية. فإذا استخدام الأسلحة النووية قد يكون آخر خيار بالنسبة لروسيا ولكنه مطروح. ولكن لماذا أتت اليوم هذه التصريحات أو هذا التهديد لبوتين؟ أنا رأيي وتحليلي بأن الموضوع مرتبط بالضغط على الغرب. لو لاحظنا أو يعني لو تتبعنا السياسة الغربية وخاصة الأمريكية في أوكرانيا، أمريكا تتعامل بطريقة موضعية وبجراحة دقيقة جدا جدا في أوكرانيا، بمعنى أنها لا تريد لأوكرانيا أن تنكسر، ولكن في نفس الوقت لا تريد أن تضغط بشكل كبير على روسيا حتى لا تضطرها إلى استخدام هذه الأسلحة الاستراتيجية. هي تريد إبقاء حالة الاستنزاف للروس داخل أوكرانيا، وبالتالي ما يفعله بوتين لأنه فهم هذه الاستراتيجية يقول أو يوجه رسالة الغرب بأنكم لو استمريتم بدعم أوكرانيا بهذا الشكل ستضطرون إلى استخدام الأسلحة النووية، بمعنى هو يريد منهم وقف الدعم لأوكرانيا حتى لا تكبده أوكرانيا المزيد من الخسائر. هذا غير ممكن، يعني إذا أوقف الدعم لأوكرانيا ستجد نفسها روسيا غدا في كييف طبعا، ولذلك هي تريد أن توجه هذه الرسالة. أما في المقابل الغرب طبعا حتى الآن متمسك بدعم أوكرانيا، ولكن أنا أظن بأنه في المرحلة المقبلة قد نرى تأخرا في الدعم أمريكي لأوكرانيا بعض الأسلحة
الاستراتيجية أو بعض الأسلحة التي أثبتت نجاعتها في الأرض العسكرية. بمعنى الانهيار الذي حصل في خاركيف والذي حصل أيضا قريب يعني شيء منه في خيرسون وفي غيرها من المناطق هو نتيجة بعض الأسلحة المهمة التي دخلت إلى روسيا وأثبتت نجاعتها، يعني مثل سلاح الهايمارس، نعم الجافلين لعب دورا كبيرا، يعني بعض الأسلحة التي أعطتها أمريكا لأوكرانيا وهي في الأصل مصنوعة أمريكيا في مواجهة الآلة العسكرية الروسية موجهة ضد الروس وأثبتت نجاعتها، أدى هذا الأمر إلى يعني انهيار للجيش الروسي. فبالتالي قد نرى بأنه في المرحلة المقبلة قد يعني تقلل أمريكا من هذا الدعم بشكل قليل بحيث أنها تبقي الأمور على ما هي، هناك نوع من التوازن، لا تريد أن تضغط أكثر على روسيا. أنا برأيي أن الرسالة بوتين كانت تقول لو استمر هذا الانهيار وفعلا سنخسر الحرب في أوكرانيا فنحن لن نتوانى عن استخدام الأسلحة يعني في النووية. قبل أن أعود مع السيد العقيدي لموضوع عسكري أبقى معك في نقطة هو تزامن هذه التصريحات مع قمة شانغهاي. مباشرة بعد قمة شانغهاي للتعاون كانت هناك تصريحات، هل شعر بوتين بأن هناك محور موجود الآن في العالم يتم الحديث عنه بالأسلحة بتضخيم أم بواقعية بأن هذاك محور إلى حد ما لا يمكن أن يكون متماهيا مع السياسة الأمريكية، اطمأن بوتين إلى هذا المحور صح التعبير؟ لا أنا لا أظن هذا الموضوع لأنه الكل يدرك أنه الآن يعني الاستراتيجية الأمريكية دائما في العالم أنها تحاول أن تكبر خصومها، يعني ولكن على يعني على أرض الواقع هل حقيقة الحلف الذي يتكلم عنه الذي ينشأ الآن بين روسيا وبين الصين ومن تبعها هل فعلا هذا يعني الحلف شارف على أن يهدد الحلف الغربي أو النظام العالمي الموجود الآن؟ أنا أظن أن هذا الأمر ما زال بعيدا جدا. حتى الصين يعني قدرات الصين حتى الآن مبالغ بها من قبل الأمريكان أنفسهم. لماذا؟ دائما أمريكا تحاول أن تعظم وتكبر من حجم خصومة حتى تبرر تسمح لنفسها بمساحة للحركة. نعم فلذلك هذا الموضوع ما زال حتى الآن. أعطيك بس كيف تقرأ تصريح الرئيس الصيني بأن دعوة الجيش للاستعداد للقتال؟ سيدي الكريم أنا قلتها سابقا معكم أنه الحرب العالمية الثالثة بدأت الآن، الكل يشعر أنها بدأت الآن، العالم كله يقاتل في أوكرانيا ولكن مساحة الحرب لم تتوسع خارج إطار جغرافية أوكرانيا، ولكن الحرب العالمية الثالثة بدأت وهناك حتمية انتقال إلى حرب واسعة، لذلك الكل نعم الكل بدأ يعني الدول التي خرجت من الحرب العالمية الثانية بعقيدة لا قتالية مثل ألمانيا واليابان. بدأت تتحضر للقتال واليابان وغيرها. فبالتالي الأمور يعني ومع تأزم الأوضاع يعني بمعنى لو حصل حسم عسكري روسي سريع في أوكرانيا لما كان هناك نهاية بحرب عالمية، ولكن تأزم الأمور والتعسر الروسي الكبير جدا الذي دفع إلى أن تتخذ روسيا هذه الخطوات المتقدمة هو يأخذنا إلى مسار يؤدي طيب بالنهاية بالضرورة إلى حرب عالمية. سأعود معك إلى هذا التعثر والتعسر أيضا وتعسر سياسي قبل أن يكون عسكري، ولكن سيد العقيد أولا سؤال عطاير، يعني يتم الدعوة بالاسم أم حسب الاحتياج أم يتم فتح الباب التطوع، كيف تكون الآلية؟ أولا هناك نوعين، يعني هذا القرار أو أمر التعبئة الذي صدر عن بوتين كان غامضا شيئا ما حتى يتيح للسلطات التي تقوم بالتنفيذ أمور يعني يتم استخدام واسعة. هذه الحالة تسمح مثلا الجندي الإلزامي في القوات المسلحة الروسية يخدم 12 شهر، في هذه الحالة عندما ترفع الجاهزية أو مثلا إعلان التعبئة يتم استبقاؤه. هذا الجندي الموجود الآن في الخدمة، الجندي موجود يتم استبقاؤه، هي واحد. اثنين يتم استدعاء بالاسم. بالاسم حسب التشاكيل، أقول مثلا نحن بحاجة إلى 3000 أو 5000 سائق دبابة، هنا مسجل من هو كان سائق دبابة عندما خدم إلزامي وله تشكيل باسم معين، رقم واحد يتم استدعاء رقم واحد هنا يكون بشكل آلي. اثنين الأطباء الذين يؤدون الخبراء المفرقعات عناصر الدفاع الجوي الرادارات التي تشعر الدولة أو الجيش بأن هناك نقص وحاجة لهم يتم استدعاؤهم. طيب أنا سبق معك جيش وأنت عقيد في الجيش السوري ولك خبرة في التعاطي مع الروس والخبراء الروس، يقولون بأن الجيش الروسي لو خبراء على مستوى عالي ولكنه لا يملك جنود مقاتلين، مستوى القتال ضعيف، كل التجارب اللي عاشتها روسيا يعني أثبتت ذلك في أفغانستان في الشيشان والآن في أوكرانيا. تعليقك؟
يعني العقيدة القتالية الروسية للأسف الشديد هي تعتمد على سحق الخصم بشكل كبير، وسحق الخصم يستخدم سياسة الأرض المحروقة كما فعلت في غروزني، في أفغانستان، في سوريا. يعني نحن رأينا الطائرات العملاقة سوخوي 34 وغيرها تقصف المدنيين. أي جيش يسمح مثلا في قصف المدنيين أو محطات المياه أو المدارس أو الأفران أو الأسواق الشعبية؟ ولا يوجد أي صراع. أما في الحالة الروسية الأوكرانية فاصطدم الروس الذين تدربوا، وقال بوتين بأنه جرب 320 نوع من السلاح في سوريا ودرب 68 ألف من الطواقم والقادة على الأرض الميدان، على الميدان. ذهبوا هؤلاء ليتم استخدامهم مرة أخرى في روسيا في أوكرانيا، ولكن الواقع الميداني في أوكرانيا التي دعمت من الغرب بأسلحة وبخبراء وبتدريب وبمعلومات أظهرت فشل القيادة العسكرية الروسية، فشل القيادة العسكرية تنظيميا وقياديا، وكذلك عدم الانسجام. ما رأيناه نحن في الحرب عدم الانسجام بين يعني بين القوات المسلحة أو بين مثلا المدفعية وبين التشكيلات المختلفة، ليس التشكيلات، بين الصنوف، حتى الأسلحة. التشكيلات هي مع بعض، بينما الصنوف الأسلحة. يعني يجب أن يكون الجيش متناغما، القوات البرية مع المشاة، مع سلاح الجو، مع المدفعية، مع الهندسة، مع الإشارة، مع الحرب الإلكترونية، مع الدعم اللوجستي. يعني لماذا استسلم؟ هذا كان من أكبر يعني لماذا استسلم مثلا الجيش الروسي القوات الإنزال في المطار وقاموا ارتكاب المجازر في بوتشا وفي كييف؟ لماذا؟ لأن لم تصل لهم المواد الأولية، المواد المادية، الوسائط المادية. يعني ما قيمة الدبابة إذا لم تصل إليها البنزين أو المازوت أو الأسلحة؟ ما قيمة العسكري الذي أصبح يضرب الأبواب للأوكرانيين ويترك الدبابة ويبيع ب100 دولار ويهرب؟ بالأمس ما رأيناه في خاركيف ليس جيشا، بل هو عبارة عن مرتزقة تركوا القتال وذهبوا. وهذا السلاح الفاعل، السلاح الفاعل في المعارك هي الروح المعنوية وإرادة القتال، وهذا الإرادة القتال والروح المعنوية يمتلكها الأوكرانيين ولا يمتلكها الجنود الروس الذين يقاتلون في حرب لا ناقة لهم فيها يعني ولا جمل. فيديوهات يتحدثون بأنهم فوجئوا بأنهم وجدوا أنفسهم يقاتلون في أوكرانيا. هل الحرب يتم فيها المفاجآت؟ طيب. وأنت تقول اليوم في حرب إلكترونية وهناك أقمار صناعية وهناك يعني هناك يعني كثير ما يقال على ما يقع في الميدان، ولكن سأعود معك إلى مسألة مهمة جدا هي الضربات التكتيكية النووية هذه والحديث عنها كثر هذه الأيام. ولكن قبل ذلك أعود معك أستاذ محمد، هل التعثر والتعسر الروسي عسكري أم هو في العمق سياسي؟ هناك إرباك. الدكتور عمر قنا في الجزء الأول قال يوجد إرباك سياسي، ولكن العديد من المتابعين للقرارات الروسية يقول بأن هناك إرباك سياسي واضح في اتخاذ القرار، وأيضا في قراءة المعطيات. الداتا الموجودة الآن أمام صانع القرار السياسي يبدو فيها يعني كثير من الهينات. نعم، هذا سؤال مهم جدا، لأنه حقيقة نعم بدأ الإرباك السياسي كنتيجة للإرباك العسكري. بمعنى في بداية الحرب بوتين كان يحضر الحرب بخلق يعني صندوق سيادي، صندوق الحرب، وكان يسرق ذهب السودان بالاتفاق مع المجلس العسكري هناك، وكان يأخذ كل شهر حمولة 20 طن أظن من الذهب السوداني ليمول بها الحرب في أوكرانيا. فبالتالي كان يعمل على يعني تحضير للحرب بما فيها تحضير السياسي، والأوليغارشية الروسية المتمولة كانت تدعم بوتين في هذا الموضوع باعتبار أنها ستكون حرب خاطفة شاملة وستؤدي إلى مكاسب سياسية وعلاقات دولية واقتصادية، لأنه لا ننسى أن أرض أوكرانيا غنية جدا بالمواد الأولية خاصة شرق أوكرانيا. فبالتالي هذا الأمر أمن حوله كتلة صلبة، ولكن مع بداية التعسكر الذي كان سببه عسكري للأسباب التي ذكرها سيادة العقيد، وأيضا اكتشفت أن الجيش الروسي الذي يعتبر ثاني أقوى جيش في العالم كان هو عبارة عن فقاعة، ولكن عند موضع الاختبار سقط بشكل مريب، وعنده مشكلة أساسية وهذه تاريخية ربما سيادة العقيد يعني أدرى بها، هي مشكلة اللوجستي. يعني بمعنى خلال تنقله خلال وموضوع اللوجستي يعتبر هو الشريان الأساسي للجيوش حتى تقاتل. فبالتالي هذا الذي حصل وكانت قمة إذا صح التعبير الفشل ما حصل في خركيف. إذا فتنا في المعادلة العسكرية سبيس تايم، موضوع خسارة هذه الأراضي بشكل كبير في هذا الوقت القياسي، هذا ليس انسحاب، هذا عبارة عن انهيار
ودليله أنهم تركوا يعني معلومات استخباراتية وثائق استخباراتية، أسلحة، كان هناك اعتقال رتب عالية، فريق أول اعتقل في خاركيف، فبالتالي كان هناك انهيار، كان هناك هروب غير منظم، والجيوش عندها خطة دائما للانسحاب. فبالتالي هذا الارباك العسكري أدى إلى أنه بدأ التململ في الدائرة المحيطة والداعمة لبوتين. فبالتالي هذا الأمر يعني خطير جدا. يعني لاحظ أنت البارحة أن هناك كان استياء بين فئة الكبار من العمر القوميين الذين كانوا يعتبروا المناصر الأول لبوتين في هذه الحرب. فئة الشباب أصلا من الأصل كانت معارضة. فبالتالي بدأ هذا التململ. هناك الأوليغارشية الرأسمالية التي يعني هي محيطة ببوتين ودعمته في هذه الحرب بدأت تدرك بخطورة هذا الأمر. لماذا؟ كلما طال أمر أمد الحرب العقوبات بدأت تؤثر عليهم وعلى مصالحهم وعلى وجودهم وعلى رأس مالهم. فبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى انفضاضهم ورأس المال جبان. فبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى تعثرات كبيرة. نعم، بدأ التعثر السياسي بشكل جدي في روسيا. ولعل الآن هذا القرار، هناك قراران، قرار الاستفتاء في دونيسك ولوهانسك وفي زاباروجيا وفي خيرسون، وأيضا التعبئة الجزئية، هي قرارات للتعمية على هذه الإخفاقات السياسية أو هذه الاضطرابات السياسية. سيد العقيد، الضربات التكتيكية النووية أم ضربات نووية ضخمة ذات بعد استراتيجي، معك نفهم المشهد؟ يعني التهديد النووي استخدمه بوتين منذ الأيام الأولى في الحرب. هذا التهديد، لكن عمليا هذا التهديد أتى أكله. بماذا؟ أولا لم تقم الولايات المتحدة والغرب بتقديم الأسلحة للجيش الأوكراني التي تطال الأراضي الروسية منعا لتوسع الحرب. هذا شيء واحد. اثنين، لم تجرؤ الدول الأوروبية حتى الآن أو الولايات المتحدة على دخول المعركة لصالح أوكرانيا، وهذا كذلك لتجنب التصعيد الأكبر للحرب. ولكن التصعيد الذي اليوم نراه هو من قبل الروس، والتهديد بالأسلحة التكتيكية النووية وغير النووية. يعني سأضرب لك مثلا قنبلة نووية 1 كيلو مثلا، 1 كيلو طن، هي كالتي تماثل الانفجار الذي حصل في ميناء بيروت. يعني هي قنبلة صغيرة جدا تكتيكية. وأتوقع بأن بوتين يمكن استخدام هذا النوع من الأسلحة، ولكن ليس الآن. يعني بوتين ممكن يستخدم سلاح تكتيكي نووي، ممكن يستخدم، ولكن يعني حتى المشاهد يفهم. نعم، حجم الانفجار والدمار هو مثل ما شاهدناه. يعني أصغر قنبلة نووية تكتيكية تفعل ما فعلته بينما ما حصل انفجار في ميناء انفجار بيروت، دمرت نصف العاصمة اللبنانية. نعم، انفجار دمر نصف العاصمة اللبنانية. أنا ما أرى بأن هناك سيكون في الأيام المقبلة يعني هيجان روسي في التدمير. سيستخدم صواريخ الكاليبر بكثرة، سيستخدم اسكندر ام ضرب المدن، ضرب المواقع، ربما يضرب زاباروجيا محطة نووية ليضغط على الغرب. هذا واحد. لكن لو ضرب زاباروجيا أنا يعني نحن أمام كارثة، وأتحدث عن الابتزاز النووي. ولا يهم الإشعاع النووي، يعني ممكن أن يستخدم، ولكن متى سيتم استخدام القنابل التكتيكية؟ أنا ما أتوقعه عندما ينجح الهجوم الأوكراني بشكل أكبر، يحرر الدونباس، يحرر زاباروجيا، يحرر خيرسون. عند انهيار الجيش الروسي من هذه المنطقة أتوقع بأن بوتين إذا بقي على قيد الحياة سينجح أو سيضرب. أنا لم أرد أن أعلق لذلك، لأنه هناك من يقول من المحللين بأن لا خلاص الآن إلا بالتخلص من بوتين. نعم، هناك من يتحدث كبشار الأسد، لن تخلص وقلتها لكم هنا منذ 7 سنوات إن وجود بشار الأسد لا ينتهي، والوجود الإيراني لن ينتهي إلا بقتل بشار الأسد. هذه بتحليلات تقول بأن يعني، وأنا على كل هذا عالم سياسة والاستخبارات مفتوحة لكل السيناريوهات. أختم معك أستاذ محمد، والعذر سيد مخرج يعطينا دقيقة فقط. هل ممكن الآن في كل هذا ما يقع وهذه الأجواء المتوترة، هل هناك أمل لخيار سياسي دبلوماسي؟ تركيا التي بدأت في هذا المسار قلقة، هل القلق هذا ممكن أن يشهد انفراج؟ هذا قلق مبرر. أعتقد أنه تركيا عندما تتكلم عن تسوية، أنا أظن أنه هذا رفع المعنويات، أو فلنقل هذا الذي يدخل في صلح أو في تسوية عليها يتكلم بهذه الطريقة. ولكن حقيقة الأمر حتى حوار حتى حقيقة الأمر لا يمكن إحداث أي تسوية. هناك تناقض كامل بين الموقف الغربي الذي يدعم، وخاصة الأمريكي الذي يسعر نار الحرب في أوكرانيا ولا يريدها أن تنتهي، وبين الموقف الروسي الذي يريد أيضا أن يحقق مكاسب في أوكرانيا. فبالتالي
إنهاء الحرب على ما هي عليه الآن مع التأخر الروسي سيؤدي إلى أن يكون موقف روسيا ضحل جدا حتى التخفيف لا حتى تخفيف من حدة المعارك علينا أن نعود إلى الأسباب الحقيقية الذي حصل في أوكرانيا أنه كان فخا واستطاع فعلا أن تقع روسيا في هذا الفخ نتيجة عن جهيتها ونتيجة اعتداء على أوكرانيا. أمريكا تريد من هذه الحرب أن تستمر وأن تكون استنزاف لروسيا. أشكرك أستاذ محمد المصري للبحث في العلاقات الدولية. شكرا لك سيد العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري. شكرا لزملاء في الإعداد والتنفيذ. لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. حتى نلتقيكم في أمان الله.